السلام عليكم، معكم اخوكم محمد. اليوم غنهضروا على حظر التجوال اللي قررته الحكومه المغربيه وشنو السبب وعلاش احتاج رمضان بالضبط. المهم كنتمنى منكم تشتركوا معنا في القناه وتضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو. الله يجازيكم بخير. يلا نبداو. اعلنت الحكومه فيما كيخص قرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني في شهر رمضان من خلال حظر التنقل يوميا من الساعه 8 ليلا حتى الساعه 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دابا أنا ملي نمشي نفطر عند شي عائلة ولا شي صاحبي خصني حتى نتسحر عندهم واقيلا عاد نخرج، وما كنقدرش نتخيل حتى العام الثاني على التوالي رمضان بلا صلاة التراويح. علاش زعما كتحرمونا هيدا؟ علاش؟ والله إلا توحشنا ديك الأجواء الرمضانية الجميلة. ما بغينا والو منكم من غير صلاة التراويح في المساجد. نصلحوا غير ديك الشيء اللي بيننا وبين اللي خالقنا، وجميع الإجراءات الاحترازية كنحترموها في بيوت الله. علاش ديما غير المساجد؟ باغيين تحاربوا الدين الإسلامي طريقة فنية بحجة انتشار كورونا. انتم الاخوان انت ما بقاش يطلع بنادم ها هذيك التباعد ها الطوبيس تقفلنا ما بقاش يطلع بنادم ها هاو. هاد قرار حضر التجول الليلي في شهر رمضان هو بكل صراحة قرار عشوائي وما كيراعيش الحريه والكرامه المواطن المغربي، وهذا منع صلاه العشاء والتراويح هو اصلا بحد ذاته كيتعتبر خرق لحقوق الانسان. وقفوا هذا الله يهديكم. سبق لك سمعتي بمكي الحنودي؟ المهم هذا السيد هو رئيس جماعه لوطه باقليم الحسيمه وعمل واحد الخطوه الصراحه المغاربه كاملين غيحترموها بزاف عليها. هذا السيد تمرد على قرار الحكومه القاضي منع التنقل الليلي فوق الثامنه ليلا طيله شهر رمضان، وهدد حكومه سعد الدين العثماني بالقضاء وقال لهم بيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة. وقال الحنودي في تدوينة على حسابه في الفيسبوك وجه الساكنة الجماعة ديالو بصفته رئيس الجماعة والضابط الشرطة الإدارية رخص الساكنة بالتجوال وارتياد المقاهي. وكتب الحنودي سكان جماعة لوطة الأعزاء والعزيزات بصفتي رئيسا لجماعة لوطة وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطة وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية. أما القرار الحكومة طبعا خلى وغيخلي ردود أفعال قوية وغير متوقعة في الشارع المغربي. كانت صدمة، كنا كنتظروا واحد التلهف باش تقام صلوات التراويح، وصلاة التراويح هي فرصة كتكون في رمضان، فرصة في السنة ممكن الإنسان يحضرها هذه السنة وممكن ما يحضرهاش سنة أخرى، فكانت صدمة، صدمة كبيرة بزاف. كان صلاة التراويح تقام تكون شروط ديال التباعد والوقايه، وصلاه التراويح نظري كانت واحد القرار جائر، وكان صعيب باش التلقي ديالو كان بمثابه الصدمه لينا. وحتى بالنسبه للجانب الاقتصادي بالنسبه للمقاهي، المقاهي فكتعرفوا بانهم عانوا كثير، وبان باش تمنعهم من باش يزاولوا النشاط ديالهم سميتو فهذه ضربه قاضيه لهم، معاهم اسر كثيره كتعيش، فهذه كانت. وثانيا رمضان غادي يكون عنده واحد الطابع خاص، غادي يكون شبه كله كانه رمضان من اول يوم حتى لاخر يوم، بعد ملي ما كيكونش من بعد المغرب صافي صلاه المغرب يخرج الانسان ويقوم التراويح ويتمشى بعض الشيء ويبرك في القهوه. دابا ملي كنمشي تشوف بعض الدول بحال مصر فيها اكثر من 80 مليون نسمه، يعني ضعف المغرب، سمحت المسلمين بصلاه التراويح عادي، ودول اخرى بحال اسبانيا وايطاليا ما كيامنوا لا باله لا بتا شي حاجه، سمحوا للمسلمين اللي فيها يصليوا صلاه التراويح. والمغرب اللي كيامن بالله واليوم الاخر كيمنعوا منع صلاه التراويح، فنقول غير سبحان الله العظيم. المهم اخوتي كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتعطيو لنا الاراء ديالكم بالنسبه لحظر التجوال في رمضان في التعليقات، وما نساوش دعملوا ابوني ولايك ونشروا الفيديو باش بزاف ديال الناس تعرف شنو واقع. ودابا غنقول لكم السلام عليكم.